السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا طلبة الثانوية العامة في حلقة جديدة من حلقات جريدة الوفد التعليمية للصف الأول الثانوي. معاكم مستر محمد حمودة. هنتكلم النهاردة عن بعض نصائح ليلة الامتحان في مادة الجغرافيا إن شاء الله. إيه موضوع الجغرافيا على النظام الجديد للثانوية العامة؟ بمعنى الحلقة الثانوية كلها نظام التقييم فيها اتغير، بقى النظام بيقيس حاجة اسمها مخرجات التعلم أو ما يسمونه نواتج التعلم. هيبقى عدد الاسئله في اولى ثانوي عندنا ان شاء الله زي ما احنا شايفين كده على البورد قدامنا هيبقى 14 سؤال زي ما حصل الترم الاولاني طبعا، وعرفنا ان في جزء مقالي هيبقى 14 سؤال اختر ودول ب 14 درجه وثلاث اسئله مقاليه كل سؤال بدرجتين زي ما حدث في الترم الماضي. طبعا الاسئله بتقيس حاجه اسمها نواتج التعلم او ما يسمونه مخرجات التعلم. ايه مخرجات التعلم ده؟ ايه موضوع نواتج التعلم ده يا مستر؟ هي نواتج التعلم ديت هو انت استفدت ايه وماذا ترسخ في ذهنك، بمعنى ببدا اشوفك انت فهمت الكلام اللي مكتوب وتستطيع ان تتعامل مع ما بين السطور ولا لا. بمعنى هنشوف بعض انماط للاسئله دلوقتي تشوف بها انت ازاي بتحل في اخر السنه. طبعا دفع عجاله، طبعا هذا يعني لا يفي كل الامر حقه، بس يعني هنحاول نلقي الضوء على بعض الاسئله كنمط للتدريب مش اكتر. على سبيل المثال هو طبعا بيجي هنا يقول لك ايه الاتساع النسبي لقاعدة الهرم السكاني. انا عاوزكم بس تخلوا بالكم ان اي هرم سكاني بيبقى واخد شكل مثلث. المثلث ده بيكون احيانا واخد الاتساع بتاعه من تحت ثم وسط ثم اعلى، بمعنى اصح المثلث يبقى متساوي الساقين. دي الاهرامات السكانيه العاديه، بيكون قاعده الهرم صغار السن، وسط الهرم البالغين، اعلى الهرم كبار السن او اللي هم ايه الكبار في السن او العجزه يعني. طيب الاتساع النسبي لقاعدة الهرم السكاني ده بيدل على ايه؟ ارتفاع نسبة البطالة ولا ارتفاع معدل الأمية ولا نقص العمالة الزراعية ولا ارتفاع معدل المواليد؟ هو هنا بيشوفك أنت فهمت شكل الهرم السكاني ده؟ هل تستطيع لو أنا جبت لك أي شكل هرم سكاني تعرف تحلله؟ تعرف تقول مخرجاته؟ وهكذا. طبعًا بما إن القاعدة بتاعت الهرم هي المتسعة ده دلالة على حاجة من الأربعة دولت، إيه هما؟ الناس تفكر كده وتاخد وقتها وبعد كده تتكلم. طبعًا ارتفاع نسبة البطالة. طب ارتفاع معدل المواليد. طب هي نسبة البطالة ديت في قاعدة الهرم، هو قاعدة الهرم دي ناس بتشتغل، قاعدة الهرم دي مبدئيا تحت 15 سنة، فبالتالي أنا أقدر أقول إن اللي خلى إن قاعدة الهرم تتسع ارتفاع معدل المواليد، لأن نسبة البطالة ما تنفعش، ما ينفعش نسبة البطالة لأن هم فئة غير عاملة أصلا. ارتفاع معدل الأمية ما لهاش علاقة بالكلام ده. نقص العمالة الزراعية برضه شرحه، فأنا بالاستبعاد هتبقى دال. أكثر الأنشطة الاقتصادية في مصر تأثيرا على زيادة الأمية، هو هنا بيشوفك بعد ما أنت درست الدرس قدرت تستخلص المعلومات منه ولا لأ، يعني إيه اللي بيخلي نسبة الأمية تزيد؟ نسبة الأمية بتزيد أساسا بسبب هل نشاط صناعي؟ هل نشاط تعليمي؟ هل نشاط سياحي؟ هل نشاط زراعي؟ أعتقد إن أكتر نشاط بيحتاج أيدي عاملة غير متعلمة هو النشاط الزراعي، مش محتاجة حد متعلم. لكن النشاط الصناعي والتعليم والسياحي اعتقد يحتاج لقدر من التعليم فمش هينفع. ولذلك هيبقى اكتر الانشطه اللي ساعدت على زياده الاميه بحيث انها بتستقطب الاطفال للعمل في مجال الزراعه بدون تعليم هي النشاط الزراعي. عند اقامه اي مشروع تنموي يتم الاعتماد على معرفه انا عشان اعمل مشروع تنموي، مشروع اقتصادي بقى، مشروع زراعي، مشروع صناعي، ايا كان المشروع. لازم اعرف التركيب العمري ولا التركيب النوعي ولا التركيب الاقتصادي ولا التركيب التعليمي او الحاله التعليميه. ايه اللي هيفيدك في اقامه مشروعك؟ انا اعتقد اللي هيفيدني اكتر حاجه التركيب العمري، لما اعرف الفئه العمريه اللي عندي اللي هتشتغل. هل هي في وسط الهرم فئه البالغين ولا تحت الاسفل الهرم فئه صغار السن ولا كبار السن؟ طبعا كبار السن وصغار السن فئه غير عامله فما ينفعش. يبقى الاجابه الدقيقه انا بعرف منها التركيب العمري بقدر انا اعرف عندي ناس تشتغل قد ايه. من العوامل اللي بتأثر على تغيير حجم سكان المحافظة، أي محافظة حجمها السكاني قد يتغير سلبا أو إيجابا. هل ده اللي بيتأثر بالهجرة الخارجية؟ طب ده جوه المحافظة يبقى هجرة خارجية ما تنفعش. ارتفاع معدل المواليد؟ طب ما هو طول عمرنا في مواليد وفي وفيات. اللي يخلي حجم سكان المحافظات يتغير من وقت للتاني حسب عوامل معينة اعتقد هي الهجرة الداخلية هي أدق إجابة، انخفاض معدل الوفيات زيها زي ارتفاع معدل المواليد يبقى الاثنين بره اللعبة. يبقى انا هفضل بين الف وجيم، يبقى الاجابه جيم. هذا هو المقصود بما يسمى مخرجات التعلم او نواتج التعلم. انت استفدت ايه من الدرس؟ هل انت طلعت من الدرس بالمعلومات اللي تخليك تتعامل في حياتك ام لا؟
تظهر مشكلة العشوائيات في كل المحافظات الاتية ما عدا طبعا. وهنا بيشوفك انت فهمت الدرس بتاع عوامل الجذب وعوامل الطرد للسكان ولا لا. هو مشكلة العشوائيات بتظهر فين؟ هي بتظهر مشكلة العشوائيات بصفة خاصة في المناطق اللي فيها جذب كتير. نتيجة جذب ناس من بره المحافظة فما بيلاقوش حتة يسكنوا فيها، فبيضطروا يسكنوا في أي حتة، في أي مكان يبنوا فيه وخلاص. وبالتالي أنا أعتقد يعني هي تظهر مشكلة العشوائيات في كل ده ما عدا واحدة. الجيزة دي محافظة جذب، القاهرة برضه محافظة جذب، اسكندرية محافظة جذب. يبقى الوحيدة اللي تعتبر ما فيهاش مشكلة العشوائيات هي سوهاج، هي أصلا سوهاج من المحافظات الطاردة، فبالتالي ما فيهاش موضوع الجذب ده، وبالتالي ما فيهاش مشكلة العشوائيات. طبعا احنا لو قلبنا الكتاب عشان نطلع الحاجات ديت، بما ان احنا بنستخدم نظام الاوبن بوك يعني، مش هلاقي انا موضوع الاجابات مباشره كده. يعني انت لازم تكون قاري الكلام اللي موجود عندك عشان تعرف تطلع الاجابه من وسط الكلام تبقى ايه. فاذا ما انت فهمت الكلام اللي موجود عندك هتعرف تستخرج الاجابه وفق التفكير بتاعك. طيب يفضل سكان محافظه ان الهجره الى، طب ده بقى سؤال ملوش علاقة بالشرح، هو ليه علاقة برسمة. في عندنا رسمة كده في كتاب المدرسة اسمها رسمة طيارات الهجرة. طبعا في طيارات الهجرة بصفة عامة كلها طالعة من الجنوب في اتجاه الشمال، بس ليها تفاصيل كده يعني. هو جايب على طيار بقى بيقول لك في محافظة قنا، هم سكان قنا دولت في الصعيد بيفضلوا الهجرة فين؟ يروحوا مدن القناة ولا يروحوا مدن البحر الأحمر ولا يروحوا شمال سيناء ولا يروحوا جنوب سيناء؟ يعني سكان محافظة قنا أكتر حتة يميلوا إن هم يروحوا لها، ها مدن القناة اللي هي بورسعيد واسماعيلية والسويس ولا شمال سيناء؟ أولا شمال سيناء مش محافظة جذب عشان نبقى لسه عارفين، جنوب سيناء جذب ماشي. يبقى أنا هفاضل بين ألف ودال وب. على فكرة لو احنا ركزنا شوية هنلاحظ إن أقرب حاجة لقينا الظهير بتاعها البحر الأحمر. مدن البحر الأحمر غالبا للعمل بالسياحة هتلاقيها هي بتجذب السكان من الصعيد من قنا، يعني الحتت بتاع الغردقة، القصير، سفاجة، مرسى علم، دي كلها من محافظة بحر أحمر بتجذب سكان من محافظة قنا. طبعا ما ننساش ان من مهارات اولى ثانوي مهارات الجداول والرسوم والبيانات الاحصائية، انت ازاي تستخلص معلومة من جدول، معلومة من شكل، معلومة من رسم بياني، نستخلصها ازاي. على سبيل المثال من المهارات الاساسية عندنا في الجغرافيا الاستخلاص المعلومات من الاهرامات السكانية. طبعا هو بيقول لك في ضوء الهرم السكاني لو زادت الفئة العمرية رقم 2، ايه رقم 2 دي يا مستر؟ بصوا يا شباب، رقم 1 فئة كبار السن من 65 سنة وانت طالع فوق 75، ورقم 2 من 15 وانت طالع لغاية 65 او 64، ومن تحت 15 لغاية سن يوم طبعا لغاية يعني من الاطفال والرضع وانت طالع لغاية 15، فئة 3، فئة 2، فئة 1. لو فئة 2 دي اللي زادت يحصل ايه؟ هيحصل ارتفاع معدل الاعلى، هيحصل ارتفاع معدل المواليد، هيحصل وصول لاستقرار سكاني، هنستطيع تحقيق التنميه. بصوا لو احنا استبعدنا وعملنا حذف احتمالات، اولا ارتفاع معدل الاعلى ده مرتبط بتحت خالص وفوق خالص. طب وصول استقرار سكاني لا ما اظنش. طب ارتفاع معدل المواليد دي برضه مرتبطه باللي تحت فقط اللي هي قاعده الهرم يعني. يبقى الاجابه الوحيده الصحيحه هي تحقيق التنميه الاقتصاديه، لان فئه 2 ديت هي فئه البالغين القادرين على العمل. نتيجة لانتقال السكان داخل حدود الدولة بيحصل نقص في العمالة في محافظة. معلش يا مستر هو ايه الكلام ده؟ لما السكان ينتقلوا من محافظة لمحافظة هيحصل نقص في العمالة بمحافظة. ده كده انا اقدر افهم ان العمالة اللي حصل فيها او المحافظة اللي حصل فيها نقص في العمالة هي محافظة طاردة. اختار انت بقى من الكلام ده محافظة طاردة: جيزة، بحر احمر، جنوب سيناء، منوفية. طبعا جيزه وجنوب سيناء وبحر احمر دي جاذبه، المنوفيه هي وسوهاج اكبر محافظتين طاردتين للسكان، يبقى اختار المنوفيه. تتميز القاهره عن باقي المحافظات، صح احنا شرحنا عوامل الجذب بقى زي ارتفاع فرص العمل، ارتفاع الاجور، طبعا وفره الخدمات، المنشات الترفيهيه، الاداره والخدمات الاخيره الحكوميه وخلافه. يبقى القاهرة تتميز عن باقي المحافظات الجاذبة، هو كل محافظات الجاذبة زي بعض، بس القاهرة تتميز في حاجة معينة من الجذب. توفر خدمات، ما كل محافظات الجاذبة فيها خدمات. ارتفاع أجور، ما كل محافظات الجاذبة فيها ارتفاع أجور. وجود منشآت، ما سهلة دي. لكن يعني بيسموها وجود مراكز الحكم والإدارة، دي مش موجودة غير في مناطق الجذب في القاهرة فقط، اللي هي العاصمة اللي بنحكم منها البلد أو البلاد يعني من خلال مراكز الحكم والإدارة.
بتؤكد الدراسات ان 70% من المهاجرين للدول العربيه اعمارهم ما بين 20 ل 40 سنه، فعلا اذا ما كتب على احد الهجره تحت 20 لا فوق 40 لا، هم بيختاروا الفئه اللي هي فئه الانتاج العاليه من 20 سنه ل 40. ده بيدل على ارتفاع معدل الزياده الطبيعيه ولا ارتفاع البطاله بين الشباب ولا ارتفاع الاميه ولا زياده هجره العقول المفكره. ادق اجابه هتبقى هي زياده هجره العقول المفكره، ولذلك هم دولت اللي بيبداوا يهاجروا للخارج للبحث عن فرص عمل. طبعا يا شباب نركز على موضوع الاهرامات السكانيه، بيجي بكثره في الامتحانات شويه هو والاحصائيات، يعني في سنه من السنوات هنتعرض ليه دلوقتي، جاب رسم او جدول يعني، والجدول فيه المحافظه ومساحتها، وقال لك استخرج لي اقل المحافظات في الكثافه السكانيه، على اعتبار يعني ان احنا درسنا حاجه اسمها الكثافه السكانيه، في كثافه عامه وفي كثافه حقيقيه، الكثافه العامه بنقسم اجمالي عدد السكان على اجمالي المساحه العامه، فده مش دقيق. لكن الكثافه الحقيقيه او الفعليه اجمالي السكان على المساحه المعموره فعلا. المهم في دلوقتي شكل هرم سكاني لمصر في 2006. تتشابه الفئه 1 و3. اعلى الهرم واسفل الهرم، اعلى الهرم واسفل الهرم متشابهين في ايه؟ بيسهموا في الدخل القومي، ده هم اصلا ما بيشتغلوش يا مستر. يرتفع بيهم مستوى الدخل، هم ما اشتغلوش عشان يعملوا دخل. قادرتان على العمل، ما افتكرش، ده هو خلاص اللي فوق خالص دوت يعني بلغ سن المعاش فلا يعمل لانه لا يستطيع ان يعمل، واللي تحت برضه دوت نفس القصه، يبقى هي غير قادرتان على الكسب، ما بيقدروش يكسبوا فلوس. طيب تمام. تستطيع الدولة ضبط معدلات الهجرة الداخلية لو اهتمت، يعني أنا مش عاوز يحصل هجرة داخلية من محافظة لمحافظة، فتلاقي في محافظة فيها سكان كتير ومحافظة فيها سكان قليلين، وعلى فكرة دايما العجز في المحافظة اللي هي اللي بيحصل فيها طرد للسكان بيبقى العجز في الأيدي العاملة. طب هو أنا عشان أضبط معدلات الهجرة يبقى المحافظات كلها متساوية، أحدد التركيب النوعي؟ ولا أطور المناطق الريفية؟ ولا أحدد أعداد المهاجرين؟ ولا أحدد نوعية المهاجرين؟ هم أدق إجابة، أنا لو طورت المنطقة الريفية دي خلاص ما حدش هيهاجر منها. ليه؟ أصبح كل الخدمات عنده، أصبح كل المميزات عنده من ارتفاع أجور لفرص عمل إلى آخره. ترتفع نسبة الإناث عن الذكور في محافظة. إيه المحافظة اللي فيها الذكور أكتر من الإناث؟ طبعًا بناءً على ما درسته أنت حضرتك في أولى ثانوي نقدر نستنتج ونفهم إن اللي بيحصل فيها نسبة ذكور كتير هم المحافظات الجاذبة. فأنا أدور على المحافظات ديت كده بيقول لك ترتفع واللي فيها الذكور. بينما ترتفع نسبة الإناث عن الذكور يبقى في محافظة طاردة أكيد يعني، لأن الذكور هاجروا. طب جيزة، بحر أحمر، جنوب سيناء، دول جاذبين التلاتة. يبقى هتلاقي هنا نسبة الذكور أكتر، يبقى أنا هلاحظ إن نسبة الإناث تزيد هنا في المنيا نتيجة هجرة الذكور أصلاً يعني. يبقى أنا عندي كده نسبة الإناث تزيد عن الذكور، لأن هو هنا في معلومة في كتاب المدرسة بيقول لك ترتفع نسبة الذكور في المحافظات الجاذبة للسكان، هو هنا دي المعلومة اللي في الكتاب. أنا هعكسها. عاوزك تعرف لي هي نسبة الإناث زيادة فين؟ أكيد في المحافظة الطاردة اللي خرجت الذكور لبره، يبقى المنيا. العامل الأكثر تأثيرًا في نمو سكان مصر، يعني هو سكان مصر السبب الرئيسي في النمو، هو بصوا يا شباب سبب نمو السكان في مصر حاجتين، يا زيادة طبيعية يا زيادة غير طبيعية، الزيادة الطبيعية اللي هي الفرق بين المواليد والوفيات. أما الزيادة غير طبيعية اللي هي الهجرة. طب هو كده الأكثر تأثيرًا في نمو سكان مصر هجرة داخلية وهجرة خارجية؟ أكيد هنستبعد الاثنين. طب صافي هجرة؟ لا. يبقى معدل المواليد، لان هو في معظم سكان مصر الزياده الطبيعيه هي الاساس. تدل زياده نسبه الاعاله على، يعني لما نسبه الاعاله تزيد ده معناه عدم القدره على توفير المتطلبات الحياتيه، القدره على العمل والانتاج، ولا ارتفاع مستوى المعيشه وارتفاع نسبه منتصف العمر. مش فاهم حاجه يا مستر. يعني الاعاله لما تزيد، ايه الاعاله دي؟ ان حد بيصرف عليك، هي قيام شخص يعمل بالانفاق وتحمل مسؤوليه اخرين لا يعملون. يعني بالبلدي كده الإعالة أنت في حد يعولك أي يصرف عليك. فبالنسبة الإعالة لما بتزيد ده معناه إيه؟ معناه القدرة على العمل والإنتاج؟ لا أظن. ارتفاع مستوى المعيشة؟ ما أنا لو مستوى المعيشة مرتفع ما كانش حد هيعولني. وارتفاع نسبة منتصف العمر؟ ما ديت فئة عاملة أصلاً بتشتغل. لا، يبقى هي الإجابة الدقيقة ألف. إن عدم القدرة على توفير المتطلبات الحياتية ده اللي خلى عندك الإعالة زيادة. تأتي الهجرة الوافدة إلى محافظة البحر الأحمر من محافظات، يعني هو مستر محافظة البحر الأحمر بيجي لها ناس من شبه جزيرة سيناء ولا من غرب الدلتا ولا من شمال الدلتا ولا من وادي النيل؟ ده السؤال ده أنا لسه قايله فوق بس بصيغة تانية. كنت بقول لك محافظة البحر الأحمر بيجي لها سكان من إنا. يبقى أنا ما فيش إنا دي خالص، يبقى أختار وادي النيل لأن بيجي لنا السكان في البحر الأحمر من الوادي، من الصعيد يعني. لو حدث اتساع نسبي في منتصف الهرم السكاني فإن هذا يدل على،
لو نسبه المنتصف الهرم، انا لازم اعرف الاول هو نسبه منتصف الهرم دي اللي هي ايه، البالغين من 15 لغايه 64 65 دي لو زادت يزود الاعلى، لا تصعب مشروعات التنميه، تزود القدره الانتاجيه، ترفع معدل النمو السكاني. اي ادق اجابه بتزود القدره الانتاجيه، لان دي فئه عامله بصفه خاصه. يتجه غالبيه المهاجرين من سكان شرق الدلتا، بتوع شرق الدلتا برضه السؤال ده نجيبه منين؟ في خريطه في الكتاب للمعدلات الهجره دي. هو سكان شرق الدلتا بيتجهوا الى الهجره اللي يروحوا فين؟ شرق الدلتا على طول كده يخشوا مدن القناه. شرق الدلتا اتجاههم الاساسي لمدن القناه. تمام؟ طيب تمثل اكبر محافظات مناطق التراكز السكاني في مصر في محافظات، يعني اكتر حته فيها تراكز سكاني في مصر محافظات الحدود ولا القناه ولا الوجه البحري ولا الوجه القبلي؟ تلاحظ السكان كتار فين؟ بنلاحظ ان معظم سكان مصر متركزين في الوجه البحري في الدلتا، الصعيد مش كتير قوي يعني. طيب المساله اللي كنت بقول لكم عليها ايه؟ هنا بيقول لك حسب المحافظات اللي في الجدول ده اكتر كثافه سكانيه في محافظه ايه؟ هيبقى احنا هنا هنشوف مساحه المحافظه مع عدد سكانها، فهنشوف اقل مساحه مع اكبر عدد سكان، هتبقى دي الكثافه السكانيه العاليه، مع ملاحظه الارقام طبعا. خلاص الارقام بتتقاس بقى وتتحسب ازاي؟ هتشوف اصغر مساحه طبعا 4000 3000، وهنا ديت 7,411,609، 66 مليون. هي الاجابه بالادق كده يعني زي ما بنقول الاقصر الاقل في الكثافه السكانيه مع الاكبر في العدد السكاني تبقى هي الاجابه الصحيحه. ديت مثلا 1942 كيلو، دي 11000 كيلو، 3000 دي محافظات كبيره كلها. ديت كده 5 مليون، ديت 7 مليون، مثلا 6 مليون 66 مليون على حسب. خلاص يبقى هنا 6 مليون 685 887، يعني كلها بتدور في نطاق 7 6 5 مليون. يبقى انا اختار اصغر واحده مع ايه؟ مع عدد السكان ده، يبقى الاجابه الادق هي الغربيه. مساحتها 1942 كيلو وعدد سكانها 5,166,427، بما انهم كلهم في نطاق 7 6 5 5 فادق الاجابه تبقى ايه؟ الغربيه. أكثر العوامل تأثيرا في انخفاض الكثافة السكانية في محافظة كفر الشيخ، يعني حاجة بتخلي المحافظات في كفر الشيخ عندنا تبقى من أكثر المحافظات انخفاضا في الكثافة السكانية. إيه السبب في انخفاض الكثافة السكانية في محافظة كفر الشيخ؟ موارد المية ولا التربة ولا المناخ ولا النقل والمواصلات؟ ها الناس تفكر كده وتظبط حالها. طبعا موارد المياه لا، ده احنا عندنا مياه نهر النيل، مناخ لا، نقل ومواصلات لا، يبقى هي هنختار التربه باعتبارها انها فيها بعض انها القرب من الصحراء الغربيه وبالتالي هي فيها نسبه رمال. يقل السكان في الاطراف الغربيه لمحافظه دي برضو ليها علاقه، هو عاوز السكان بيقلوا في الطرف الغربي لمحافظه ده، اهليه، اليوبيه، كفر الشيخ، بحيره. طب يا مستر دي هنجيبها ازاي دي؟ برضو هنجيبها من على الخريطه. تمام، فهو غرب محافظة ايه ليه علاقة برمال الصحراء. خلاص غرب محافظة ايه ليه علاقة برمال الصحراء، وبالتالي هنشوف الاقرب للصحراء وهي دي تبقى ايه الاجابة ايه الصحيحة. 46 اكثر العوامل تأثيرا في المنطقة المشار اليها على الخريطة، يعني اكثر العوامل تأثيرا في المنطقة المشار اليها على الخريطة، هي اللي هو مشاور هنا على ديت منطقة فيها تعدين، يبقى هنا ده النشاط الاقتصادي، لان ما ينفعش ايه التلاتة الباقيين ب و ج و د. كده احنا كنا بنقول بعض الاسئله كانماط من الاسئله اختيار من المتعدد. هنلقي الضوء دلوقتي على بعض الاسئله المقاليه. هو السؤال المقالي بيشوف ان انت القدره على ان انت تفكر وتحلل معلومه وتكتب. على سبيل المثال لو انا جيت قلت لك ايه العلاقه بين الهرم السكاني، قاعده الهرم وقمه الهرم، هل في علاقه بين الاثنين؟ العلاقه بين قاعده الهرم وقمه الهرم ان الاثنين فئه غير عامله، وبما ان الاثنين فئه غير عامله ده بيؤدي الى قله طبعا الايدي العامله، وبالتالي ان هم بيقللوا عندي في الفئه المنتجه وبالتالي بيأثروا على التنميه الاقتصاديه. طب بلاش السؤال ده، ولو احنا قلنا مثلا على سبيل المثال اكتب ملاحظاتك عن وسائل النقل والمواصلات في مصر، هل هي جيده ام ام ام، او ما هي مقترحاتك لتطويرها؟ ده نوع او كمثال للامثله المقاليه.
كده احنا اتفقنا ان شاء الله يا شباب ان هيبقى الامتحان 14 نقطه اختار من متعدد، 6 طبعا درجات على المقالي بثلاث اسئله، يبقى 14 و6 هم ال 20 درجه بتوعكم. ده في عجاله كده يا شباب كلمحه بسيطه من لمحات امتحان اولى ثانوي. ارجو لكم كل التوفيق والدعم، والى اللقاء في حلقات جديده ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.